أريد رحمة من منطقة وادي القلت في الصحراء الجنوبية بين أورشليم القدس لمنطقة أريحة، في وادي عميق جدا من القدس لأريحة، وهذا الوادي مشهور جدا، كان طريق قديم اللي بينزلوا فيه من القدس إلى منطقة أريحة. المسيح اتكلم عن مثل السامر الصالح، وهذه القصة أحبائي مش على أساس يكرم السامريين أو يهين الفريسيين أو المتدينين، لكن عاوز يعلم عن الرحمة. فالكتاب المقدس بعلمنا إنه الله رحيم وإن أولاده لازم يتميزوا بصفة الرحمة. فكلمة الرحمة هي من كلمة الرحم، وطبعاً تتكلم عن إحساس، عن مشاعر عميقة جداً. مكتوب كان واحد نازل وفعلاً هجموا عليه لصوص، عروا جرحوا تركوا بين حي وميت. مر عليه رجال دين لاوي وكاهن جازوا لكن ما عملوا أي شيء. لكن في المثل بيتكلم يسوع إنه في سامري تعامل مع هذا الشخص اللي كان مش من شعبه، سامري، والشخص على الأرجح اللي كان بين حي وميت كان شخص يهودي. كان في عداء شرس وتاريخي بين السامريين واليهود، لكن المحبة، القلب المليان بالمحبة لا يعرف ضغينة ولا بغضة ولا أي كراهية فيه. المحبة لا تقبح، لا تظن السوء، المحبة دايماً بتشتر وبتعمل الخير للآخرين. هذا السامري اهتم باحتياجات هذا المجروح وحمله على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى فيه بالكامل. سأل المسيح بعد هذا المثل مين من الثلاثة؟ قال اللي صنع مع الرحمة حتى ما حبش يذكر كلمة السامري. طبعاً المسيح لما تكلم في هذا المثل عاوز يعلم درس مهم جداً. ماذا عن صوت الرحمة؟ يقول كتاب أريد رحمة لا ذبيحة. ماذا عن صوت الوطن؟ من شعبك ساعده. ماذا عن أصوات كثيرة؟ صوت الاهتمام بالإنسانية. للأسف اليوم منشوف العنصرية في كل مكان، وباسم الدين في قتل وفي ذبح وفي سرقة، وهي الصفة هي إبليس السارق، لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. هذا ما فعلوا اللصوص. فصفة يعني إبليس هو سارق ولص، عنيف، بيكره الآخرين، كل واحد مش من شعبه أو مش من دينه بيكرهه. المسيح كسر كل هذه الحواجز العنصرية بين سامري بين يهودي بين رجل بين امرأة، واهتم بالإنسان كإنسان. وأنا من هذه المنطقة اللي هي حدث فيها، لأنه هذه المنطقة قديماً كانت محفوفة بالأخطار وفيها مغاير كثير، ومن السهل أنه يعني يتعرضوا لأي واحد على الطريق ويختفوا بسرعة. فالمثل فعلاً تم في هذه المنطقة بين أورشليم ومنطقة أريحة، لكن الصوت والرسالة ما زالت هي هي. هل أنت بتتمتع برحمة في داخلك؟ أنا بدعوك اليوم إذا في داخلك أي كراهية، أي عداء لأي شخص ما، صلي إنه الله يملأ قلبك بالمحبة والرحمة. كنت بتكلم مع شخص وقال لي أنا تركت كل الدين. سألته ليه؟ قال لي لاحظت إنه الديانات بتعمل الانقسامات وأغلب الحروبات هي باسم الدين. قلت له مظبوط كلامك. إذا الإنسان بيهتم في مظاهر التدين الخارجي، وإذا الإنسان بيصبح إنه يركز على التقليد أكثر من المحبة وأكثر من الرحمة، فبصير كأنه عم بدافع عن الله، وإنه البشر يصبحوا كل البشر أعداؤه إذا مش من جماعته، إذا مش من ملته، فيصبحوا أعداء. أنا بدعو كل شخص بشاهدني اليوم إنه هاي الحواجز تنكسر، لأن المسيح بيدعو إلى المحبة وبيدعو إلى الرحمة. وما رأيك إنه المسيح قال أحبوا أعداءكم؟
هل تتبع شخص بيقول أحبوا أعداءكم؟ أم شخص يقول قاتلوا أو أقتلوا أو اذبح أو اهلك أو اسرق أو إلى آخره؟ فالاختيار إلك. أنا بصلي من كل قلبي إنه اليوم يكون في صوت الرحمة وعمل الرحمة في حياتك وقلبك أيضاً.